وصلنا لتاني فقراتنا لليوم لنحكي فيها عن حالة مرضية هي فشل القلب، اللي بيعجز القلب بهي الحالة عن ضخ الدم لكافة أنحاء الجسم أو بما يكفي لكافة أنحاء الجسم. اليوم رح نحكي عن هي الحالة المرضية، عن أسبابها وأعراضها، وأيضا أهم الإجراءات الوقائية والتدابير العلاجية لهذا المرض، مع ضيفنا اللي صار معنا بالاستوديو الدكتور مروان دياب، أخصائي أمراض قلب والقسطرة القلبية. يسعد صباحك دكتور، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير حكيم، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا فيكم. يعني اليوم عم نقول الفشل القلبي، اليوم مصطلح مو بس طبي، اجتماعي كمان يعني. وهي نحن بنسميه قصور اكثر. قصورك. قصور القلب. طيب خلينا نروح للتعريف الطبي والعلمي لهذا المصطلح. هلا اول شيء لازم نعرف شغله، انه القلب عباره عن عضله. العضله تقريبا بحجم قبضه الايد. هلا القلب في اربع اجواف. اجواف يمنى، اجواف يسرى، اثنين اليمين، اثنين للشمال. القلب مضخة، المضخة عم يجي الدم من كافة أنحاء الجسم، عم تفوت للقلب اليمين، عم يضخها للرئة، بالرئة تاخد أكسجين تتأكسج لحتى تغذي جسم، ترجع على القلب الأيسر، وبالقلب الأيسر بتروح لكافة أنحاء الجسم، وبهالطريقة بتأمن مستلزمات الجسم كله من الغذاء من الأكسجين. الفشل القلبي هو عدم استطاعة هالمضخة تقوم بكامل واجبها بهالحالة، أو أنه بدها تعمل طبعا جزء منه مو الكل، يعني ما عاد فيها تعمل كافة طاقتها، بلشت تتعب، فهذا بنسميه قصور القلب. تمام دكتور، خلينا نميز بين الأنواع في فشل القلب الاحتقاني وفشل القلب العادي. ودائما يمكن بس أي حدا بيسمع أنه كلمة فشل القلب معناتها هو أنه توقف عن الحياة، حضرتك توضح لنا كمان هاي المعلومة. هلأ الفشل لا يعني الموت، يعني المريض اللي عنده قصور ممكن يعيش منيح. هلأ مثلا نسبة الحياة بعد تشخيص قصور القلب بأوله، طبعا ما عم احكي بالمراحل الانتهائية، عبارة عن 50% لخمس سنين. يعني 50% من المرضى اللي عندهم قصور قلب بيعيشوا خمس سنين وأكثر. هلا نسبة تواجده كبيرة، يعني مثلا إذا أخذنا بفرنسا فرضا، نسبة الناس المصابة بقصور القلب بتعادل 2-3% من السكان، فهي نسبة كبيرة. هلا بدنا نحكي قصور احتقاني او قصور غير شيء، تقريبا المعنى شامل للكل، ما هو وقت بيصير في قصور بده يصير في احتقان اجباري، فما هون ما عندنا نوع نقول احتقاني او غير احتقاني، القصور قصور. يعني اليوم ما عندنا انواع للقصور القلبي دكتور؟ يعني هلا مثل ما حكينا القصور هو فشل مثل ما حكيتي، ولكن ما في حالات نوعيه له انه انواع ما فينا بتسمى. هلا كله بيختلف على حسب السبب. يعني بدنا نحكي هون بالأسباب، كل سبب بيعطي نوع معين من القصور، بس النتيجة والأعراض واحدة، ما في فرق. طيب إيمت اليوم الشخص يعني بيشعر أنه هو عنده هي الحالة؟ هل في أعراض طبعاً مؤشرة؟ هل في حالات ممكن تكون صامتة بتكون إلى فترة يعني بلشت معه؟ هلأ نادر جداً تكون الأعراض صامتة إلا إذا كان المريض قاعد مثلاً ما بيتحرك، ما بيعمل جهد، ما بيعمل شيء، قاعد مو حاسس على حاله. بيتحرك فجأة؟ إيه، بس هلأ الأعراض أول شيء بأعراض قصور القلب هي الزلة التنفسية. الزلة التنفسية هي كلمة علمية، بس بالنسبة للناس اللي بدها تعرف شو هي ضيق النفس. أول عرض بيحس فيه المريض هو ضيق النفس. هلا ضيق النفس حسب الجمعية الأمريكية لأمراض القلب مقسم لأربع أقسام. أول شيء هو ضيق النفس اللي بيشعر فيه الواحد وقت بيعمل جهد أكثر من طاقته بكثير. وآخر شيء الدرجة الرابعة هو المريض اللي قاعد على كرسي وما عم يتحرك وحاسس فيه. فأول عرض، أول عرض بحالات قصور القلب هو ضيق النفس، الزلة. هلا الأعراض الثانية شو هي؟ أول شيء زيادة الوزن. مريض صار يشوف انه وزنه عم يزيد فجأة، البنطلون ما عاد حق، بده يلبس بوتو ما عاد رجله ما عاد تفوت فيه، طلع على حاله رجليه ورمانين، تورم دكتور، يعني بلش يحبس مي. فالعرض الثاني زيادة الوزن. هلا ممكن يصير عندنا كمان حالات اغماء مثلا، حالات اضطراب نظم، ممكن يصير عندنا مثلا الم صدري، بس اول عرض ضيق النفس والباقي بكر ورا بعضه.
تماما دكتور. إذا بدنا نحكي عن آلية التشخيص اليوم في حال شك الطبيب عند المريض أنه بهذا الفشل القلبي، التشخيص كثير سهل، كثير سهل بالنسبة لنا. أول شيء المريض بس يحكي، الطبيب دغري بيعرف أنه الأعراض تبعه هي أعراض قصور قلب. هاي أول وحدة. الفحص السريري اللي أهم من أي شيء تاني بيفرجينا أنه الزلمة عنده احتقان، مثلا بيشوفوا أنه الزلمة مثلا عم يقول له ما عم أقدر اتسطح، بس اتسطح بحقن صدري، بصير بسعل، بيضيق نفسي، دغري بتجي بباله قصور القلب دغري. هلأ بس نفحص المريض ممكن نشوف عنده الوزمات، انتفاخ بالرجلين، والوزمة هون بنسميها وزمة انطباعية. شو معنات الوزمة الانطباعية؟ يعني وقت الواحد بيكبس على رجله بتضل الطبعة بصمة، تحس انه صار بصمة بصمة وغمقت وبدها وقت لترجع مو دغري، فهذا معناتها محبس مي. هلأ بالفحص بيبين انه عنده مي بصدره إلى آخره، منشوف انتباج والداجيين، العروق هون الأوردة من تبجي. هلأ طبعا الفحوص المتممة الثانية بتجي لتأكد تشخيص. يعني وبدنا نعمل تخطيط بيبين معنا شو المشكلة اللي عنده، في عنا عدة اختلافات بالتخطيط وكلها بتدل على المشكلة. وآخر شيء وكمان فحص كتير مهم هو إيكو القلب، الدوبلر العادي أو الملون أو كذا، بيكشف الحالة فورا، بيكشفها فورا. بالإيكو هل بحاجة لقسطرة اليوم؟ ممكن تلجأ طبيا لقسطرة؟ هلا القسطرة مستطبة إمتى؟ إذا كان مثلا مريض شاب عنده هالمشكلة، إذا مريض سببه، يعني رجعنا هون بدنا نحكي شغلة هي أسباب القصور. فإذا كان سبب القصور هو نقص تروية، لا بد ولا غنى من إجراء قسطرة لتحديد المشكلة الإكليلية، مشكلة الشرايين اللي عنده. بهالحالة رح ننتقل للعلاج، إذا عالجنا نقص التروية ممكن المريض يتحسن. هون بنكون انتقلنا لشيء تاني هو العلاج. طبعا. بس التشخيص كتشخيص، الفحص، تخطيط، الإيكو، وصلنا لنتيجة فينا نقول ب 80% من الحالات برياحة. تمام دكتور، في أعمار معينة هي معرضة للإصابة بهذا المرض؟ هلأ مثل ما حكينا 2-3% من مجمل السكان مصابين خلينا نقول بقصور القلب. وقت بنطلع لفوق 70 سنة 10% من المرضى عندهم قصور قلب. ليش؟ بس لأنه هالمضخة اللي عم تشتغل بلشت تتعب، وهذا شيء طبعا سنة الكون خلينا نقول بدأت تتعب من كتر الشغل، من كتر التعب صار عندها هالشيء. طيب فطبعا الأعمار الكبيرة بيصيبة والأعمار الصغيرة بيصيبة، بس السبب بالصغير غير السبب بالكبير. رح نرجع لعند الأطفال وهي حالة أخرى يعني دكتور، ولكن اليوم هل في أسباب قلبية وأسباب غير قلبية ممكن تسبب الفشل القلبي عند الأشخاص؟ هلأ الأسباب القلبية أكتر شيء هلأ بدي أجيب سيرة التدخين وبتكون تدوشوا عليها. توعدنا فيها لأنك دكتورنا دائما يعني مصر بكل لقاءاتنا أنه هلأ هو معك حكيم يعني الأمانة، يعني أنه التدخين هو سبب رئيسي لكل أمراض القلب يعني. ممتاز اتفقنا. طيب هلا اول شيء التدخين، ليش؟ منه التدخين بيأذي العضله باصابه الشرايين وبيعمل عنا نقص ترويه اكليليه، ونقص الترويه الاكليليه المزمن بيوصل لقصور القلب. هلا اسباب ثانيه بعد احتشاء، اذا المريض جاي جلطه كبيره اثرت كثير على العضله بيصير عندنا قصور قلب. امراض الضغط، فرط التوتر الشرياني، إذا ما له معالج المريض بصورة جيدة مع الوقت بيصير في عنا إفلاس للعضلة وضعف بالعضلة. في عنا آفات الصمامات، إذا الصمامات مثلا عنده قصور أبار، تضيق أبار، مع الوقت بيصير عنا طبعا إفلاس بالعضلة. هلأ إذا بدنا نحكي بأسباب ما لها علاقة بالقلب، في عنا الالتهابات، ممكن يصير عنا التهاب بالعضلة القلبية، من العضلة مثل أي شيء بجسم ممكن يصيبه التهاب ويصير عنده هالشيء. وخاصة في فيروسات معينة معروفة إنه بتؤدي لأذية للعضلة. في عنا الكحول بكمية كبيرة، عنا الفيتامينات نقصة ممكن يوصل لشيء، وعنا كمان أوقات المعالجات الورمية اللي بتنعطى للمرضى المصابين بأورام معينة بيضطروا يعطون أدوية معينة، فبعض هذه الأدوية في لها تأثير سيء على العضلة، بتتعب العضلة. فمشان هيك في كتير مرضى بيكونوا عم ياخذوا علاجات نوعية لأمراض معينة، كل فترة وفترة بنعمل إيكو حتى نشوف مدى الإصابة الموجودة عنده.
طب اليوم دكتور كنت عم تذكر انه ممكن بيصيب ما له عمر محدد، ممكن يصيب اعمار صغيره، خلينا نذكر ذكرت الاسباب بشكل عام، لكن في حال الاعمار الصغيره وما في شيء وراثي او ما في شيء مشاكل بالقلب من الاساس وصار عندهم هي الحاله، شو بتكون الاسباب الاساسيه؟ غالبا التهابيه، غالبا التهابيه الاشياء، غالبا اي غالبا. طيب اليوم بكل حالة مرضية قبل ما نروح للعلاج دائما الأطباء بيقولوا الوقاية خير من العلاج، ولكن اليوم احنا قدام حالة قلبية بعيدا عن التدخين والنظام الغذائي، بعيدا عن نظام حياتنا كيف نحن ماشيين اليوم، هل احنا قادرين وقائيا عن جد نحن نعمل شيء كرمال هذا المرض؟ طبعا طبعا، منو بنرجع على الشيء اللي قلته، القلب هالمضخة اللي عم تشتغل بدك تريحيها. فأهم شيء تريحية بهالحالة، أول شيء إنقاص الوزن. يعني بدل ما يشتغل مثلا لوزن 70-80 كيلو صار يشتغل لـ60 كيلو، فرقت معه مثل واحد طالع على الدرج وحامل كيس ثقيل على ظهره، امتيله هالكيس صار يقدر يطلع بسهولة أكثر. هي شغلة. ثاني شغلة يخلي المريض يبعد عن الجهد الكثير، يعني يحدد جهده بشكل أنه يقدر يقوم بمهامه بدون ما يتعب. إذا عنده ضغط بدنا نعالج الضغط، نضبط أرقام الضغط، فطبعاً الضغط العالي هو جهد على العضلة، وقت ما ننزل الضغط المريض بيصير أريح. السكري ما جبنا سيرته كمان بيصيب الشرايين وبيعمل مشاكل، ضبط سكر الدم كمان بيأثر، كل هالشغلات بتأثر. ما يأكل أكلات تقيلة، يبعد عن الملح، ما يكتر كمية ملح حتى ما يحبس مي، هي كلها شغلات وقائية ما حكينا بالعلاج. بس هي كل الشغلات الوقائية بتفيد، خلينا نقول بحوالي 50% من الحالات برياحة. يعني بتعطيني دفش للمعالجة. يعني بدي أعالج مريض، إذا مريض ما له ملتزم بحماية وما ما له ماشي مزبوط، دوائي ما كتير رح يفيده. يعني الجهد وقت بنعالج مريض قصور قلب، الجهد مطلوب، خلينا نقول العلاج مطلوب من المريض ومن الطبيب. شاركية اليوم بدنا نصل لنص الطريق نحن وياه لحتى نقدر نعالج مزبوط. تمام، يعني هي العوامل الوقائيه اللي ذكرتها دكتور، ان هي في حال كان المريض عنده هي الحاله، الشخص عنده هي الحاله، لكن اليوم الاشخاص السليمين اكيد في نظام حياه، نظام غذائي، يمكن اشياء يمكن نحن نتبعها بحياتنا لنحمي حالنا ما نوصل لهي المرحله. مثل ما حكينا تنزيل ما يسمن المريض، خلاص ما تسمنوا، ما تدخنوا للأغذية الصحية. دكتور دائما نحن بنعرف الصح من الغلط، يعني نحن وكل الناس، ولكن يمكن ضغوط الحياة، نظام حياتنا، ضغط العمل بتلاقي يعني عم نروح للعادات السيئة، يعني احيانا عن جد مو بايد الشخص يعني، ولكن وقت اللي بنوصل نحن لحالة الصحة مفروض هون عن جد ننتبه. بعيدا عن الوقائيا يعني اليوم لا سمح الله الأشخاص اللي عندهم هي الحالة، علاجياً شو هي الأساليب المتبعة؟ كتير صار عنا علاجات لهالحالة كتير. هلأ أول شيء من جملة التشخيص ممكن نلجأ للقسطرة لحتى نشوف إذا المريض عنده مشكلة مثلاً بالشرايين أو كذا، أو ممكن بالشبكات أو بعمل جراحي نحسن الأمور. فبهالحالة إذا حسننا تروية العضلة ممكن كتير يتحسن قصور القلب. هلأ إذا المريض عنده إصابة صمامية وأدت لقصور قلب أو الأفلاس مثل ما قلتوا، علاج الآفة الصمامية بيحسن الأمور. يعني هاي عم نحكي بجراحات أو تداخلات. هلأ إذا المريض ما عنده لا مشكلة صمامية ولا مشكلة شرايين، بس عبارة عن العضلة مرتخية ما عادت تمشي، في عنا أدوية صارت بتقوي العضلة بتحسن أدائها. من أبسط من الأدوية ممكن تكون عبارة عن مدرات، المدرات ممكن تأثر، وصار عنا أدوية كتير جيدة بتفيد الحالة بكتير. طبعا في عندنا حالات متقدمه ممكن نصل لزرع بطاريه للقلب بتحسن اداء القلب. وطبعا باوروبا وبامريكا بيصلوا لمرحله اذا ما عاد في مجال ابدا والمريض بوضع سيء وما عم يتحسن ممكن نلجا لزرع قلب. طبعا هالشيء ما له متوفر عندنا، بس ممكن انه بالمراحل النهائيه اذا المريض اذا القلب ما عم يقدر يقوم بمهامه نهائيا ممكن نصل لمرحله نصل لزرع القلب ممكن. تمام. طب دكتور ذكرت حضرتك انه يمكن الجهد او
زايد لمريض فشل القلب ممكن يأثر عليه او ممكن يؤدي لا سمح الله للوفاة؟ اليوم كثير في اشخاص بيقولوا لك انه الرياضة هي دواء لكل مرض، فعلا بيروحوا بيكونوا هنا يمكن قبل ما يصير معهم هي القصة انه عم يمارسوا الرياضة، هل هي مضرة اليوم لمرضى فشل القلب ام في تمارين يمكن خفيفة ممكن او ما يمارسوا الرياضة نهائيا؟ هلا عم نشوف كثير ناس عم تعمل الرياضة او اعمار صغيرة وشباب، بس انا برأيي بالنسبة لك كبار العمر المشي اللي بده يجي فرد مرة يقول بدي أعمل رياضة وكذا، بفضل أول شيء يفحص قلبه يشوف أنه هالقلب قادر يعمل هالرياضة ولا لا. هلأ طبعا في عنا عادات سيئة، الشباب عم يأخذوا أدوية وبيأخذوا هرمونات وبيأخذوا كورتيكويد وبروتينات ومدري شو، هي كلها أنا ما وكتير شفنا حالات يعني صار كتير في جلطات يعني بين هاي ما بصير. هلا في ناس بيعملوا جهد قوي مثلا كبير بالعمر بلش يعمل جهد قوي ما بيعرف شو معه، بنسمع انه فلان توفى وفلان كذا، ما له فاحص حاله ما له عرفان وتارك حاله فتره طويله، فبيجوز عنده مشكله بالشرايين وما له حاسس فيها. لا كل واحد بعد عمر معين بده يعمل رياضه لازم يفحص حاله ليشوف حاله انا بقدر اعمل شيء ولا لا. طبعا دكتور اليوم النقطة المهمة جدا ضمن الظروف اللي عم نعيشها الضغوط الحياتي الضغوط النفسية، هل اليوم مرتبطة بهي الحالة المرضية القلبية؟ هل اليوم ممكن تأثر الضغط النفسي اللي كتير كبير ضغط الحياة؟ يعني ما بدنا كتير 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 كمان نرمي على ضغط الحياة وضغط الحياة وكذا، بأنه نفسيا يعني. صفية صفية كتير يعني أي واحد بنحكي له بطل دخان ما لي أدرى أنا عم نفخ ضغوط الحياة كذا، خفف أكلك ما صفيانا غير القهوة مدري شو، يعني ما بدنا كتير مبالغ كمان بهالشغلات. لكن طبيا دكتور اليوم العلاقة النفسية بالجسدية أكيد. يعني اليوم نشوف أنه كتير من الأمراض أنه بسبب الحالة النفسية ممكن دهورت صحته ممكن كتير ما عم يقدر ينام منيح مرتاح، عم يفكر زيادة، إلي متوتر، ضغطه مرتفع من وراء هالشغلات، اوكي رح مقبوله رح سايركم علميا دكتور مو سايره علميا ممكن طبعا دائما يمكن اي نحن حاله نفسيه من يعني بنعيشها او بنحس فيها دائما بنقول انه نحن تعبنا جسديا، يعني بعيدا انه حتى عن مرض القلب بنقول نحن حسينا حالنا تعبانين، انه تعبانين نفسيا تعبانين جسديا، قديش ما هي الامور مرتبطه مع بعضها دكتور؟ كله مرتبط مع بعضه، بس يعني مثل ما حكينا صفياني حالي عامه انه انا تعبان نفسيا تعبان جسديا تعبان كذا. إن شاء الله هيك بالصحة والسلامة والراحة النفسية إن شاء الله. الراحة القلبية والجسدية. دكتور شكرا لحضورك اليوم ولكل المعلومات اللي ذكرتها، إن شاء الله هيك لقاءات أخرى بصباحات ثانية. أهلا وسهلا بحضرتك. شكرا لكم.